بالشارع خلي بالك، فتح عينك رح تلقى الكاميرا ببالك، لما بتقعد بالمكتب او لحالك لا تستغرب رح نطلع من جوالك. صدق يا ما رح تضحك عاللي بيصير. عاطف قاعد بيهوي تخنها كثير، براهم جهاز شباك واحذر يا طير. الله يعين اللي بيوقع بين الاثنين، مين بيقدر يتحمل لسعد دبابير. هدفنا نحس الفرحة بقلوب الناس، عطف لا تصدق حكي وشو ما قلك، لو شفت الدهب بيدو تلقاه انحال. هي ابراهيم تخفى او عيصيدك، قبل لا تشرب مي تفقد الكاس، كاميرتنا بتصور أحلى ضحك وأحلى أحساس. إبراهيم وعاطف اليوم بمحل ألعاب أطفال، بس شو قصة الألعاب اللي عم تتكسر؟ رح نشوف مع بعض. العافية. الله يعافيك عليك. كيف حالك؟ أهلا وسهلا. شو أخبارك؟ الله يحييك. كيف الصحة؟ إن شاء الله تمام. دقيقة بس خلينا نحاس مزبوط. خذ راحتك. هاي طيارة وهي السيارات. معين بلا دقيقة. هذا أفضل شيء عندكم. هاي أحسن نوعية. حلو يلا. طيارة ألو؟ هي 16.5 كله أصلي ها؟ كله ممتازة، هاي أفضل نوعية هاي. إيش هو المقصور بالضبط عندك؟ هذا هو بحكي لك 8 البسكريت؟ عندك 23 و الطيارة؟ إذا سمحت قول أصلية، قول مكسورة. لا يا زلمة بحكي مع بسكريت وطيارة؟ الله لا يوفقه يا زلمة. حديد زي هاي؟ الله لا يوفقه زي هاي. ضحك علي 22 ربع نيه. مش هاي. الله لا يوفقه. في نوعيه ثانيه غير هاي اخف بتيجي شوي بس هاي مقصود زي هاي. طيب ماشي استاذ. الله لا يوفقه منه. نفس هاي ضربت وجهه وانكسرت. الله لا يا الله يا الله. عمي ايش بدك؟ صل على النبي. اللهم صل على انا جيتك. طب بس ممكن شوي بس يا اخي اسمعني جاي. اسمعني جاي. اول شيء انا جايكم عصب. بقول لك مكسره يا اخوي كيف بدي اخذها هاي؟ ايش مكسر اللي هذا مش عارف انت من وين؟ انا بنصحك نصيحه اخويه. يا عمي اذا مكسره احنا عيد ميلاد. نصيحه اخويه بنصحك. اذا سمحت. بنصحك نصيحه اخويه. هذا الزلمه نصاب. الزلمه انت اللي نصاب، ايش اللي بدك؟ هذا الزلمه نصاب. انت شو بدك يا اخوي؟ هذا الزلمه نصاب بدك ينصب عليك. اللي اصلا 20 دينار اللي بنيها. ابني لسه عمره سنه يطلع البسكليت اللي هي مكسوره، سنه عمره. تقعد بص. وحد الله. وحد الله. يا اخي يا زلمه عمليه نصب تنصب تقهر يا رجل تقهر يا زلمه. انت عليك بيع. واحترم حالك. خلينا نشوف شو قصتك. يا حبيبي انا شريت من عندك. شريت من عندك قبل فتره بسكليت مع طياره. نفس الزلمه تقريبا. انت اشتريت من عندي؟ هاي. انا عمري ما شفتك. كيف ما شفتك؟ امبارح على الساعه 6:30 المساء. 6:30 المساء انا ست ونص المساء. مني اشتريتها طيب؟ منك ومن ابن عمك. كيف شكلك؟ شو يا اخي اتق الله يا زلمه بتنصب على العالم حرام عليك يا رجل. انا 120 ليره بتقول لي انت كيف ادفع بصيني؟ مش صيني يا عمي. عمي صل على النبي. عمي انت من الله يحييك. الله يحييك. من الله يحييك. الله يحييك. عمي صل على النبي. الزلمه 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 نصاب وجيبك تشتري عنده بس. الزلمه انت اللي نصاب، ايش اللي نصاب ونصاب؟ اذا دفع انا مالي علاقه. ادفع له شيك لسنه لقدام. بقول لك انت ايش بدك اياه؟ اعطيه شيك ومزور وسنه لقدام. يا زلمه وين الخربانات؟ جيب لي اياهن. ابني قعد على بسكليت ولا زي قالت يا زلمه ولادك برود انت مش ولاد. اذا بتقعد برود يا زلمه يا رجل بقول لك عمره سنه احترمك. انا بقول لك جايك لاني محترمك خلص. نوعيه نظيف يا زلمه. في عيد حاسبك انا بضرب انا بوش. نوعيه نظيف اللي اخذت سمعنا اللي انت حاسبك يا زلمه. دقيقه الله لا يوفقك. نوعيه نظيف يا زلمه الله لا يوفقك. انت جاي تبلع العالم يا زلمه. ايوه دقيقه
دقيقة شوف الكاميرا معانا مهضوم كثير نكتة ونهفة وطرافة فيها تغيير وعيا ضيف تعصب هدي حالك ليش تصب يا عالم؟ انت اللي رفاق يا زلم ما اشتراش من عندي يا جماعة الخير بيقول لي عمل ساق لك الله تتقل بحالي سنة زلمة انت اللي يلي ما تخاف الله يا الله تقلي الله دي وفقك سلام يا زلمه يا زلمه يا شوف الكاميرا معانا مهضوم كثير نكتة ونهفة وطرافة فيها تغيير وعيا ضيف تعصب هدي حالك دخلها 93 دي 93 تمام الصوره شو اللي بتنفس هذا شو اللي طلع صوته بنشر شو صوته؟ قدام الناس شوف ذا شو أفضحك ما أفضحك شو شو سلاف يا جماعة شو فيه يا أبو الشباب شو فيه تفضحني ما تفضحني شبهونا شو فيه معناش فضح حالك من حالك شو فيه اقرأ حالك السلامة يا إخوان صلوا على النبي تنصب علي امبارح يا أخوي أنا نصب عليك أنت بتنصب علي امبارح يا أبو الشباب انت وين شفتك يا جماعه وين شفتك مع السلامه الله يسلمك يا اخوان احنا ما نشتري تبيعني بسكليت مكسوره نصين يا نصاب ايه لا تكون مكسوره هاي يا عمي يا عمي انا ما ببيع الضاك يا عمي الله يسلمك مكسوره كيف اذا بدك تشتري من عنده هذا الزلم نصاب دير بالك لا يا عمي احنا بدون نصب لا 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 ابو الزلمه لا بسمره بك تراعينا طب دقيقه شو انا اقول لك يا حبيبي دقيقه نصاب دقيقه انت وين بتعرفك انا وين بتعرفك وين جيتني هون امبارح حديتك على الساعه 6:30 وربع من عنده متاكد هو من عنده بتردش عليه يا عمي هذا اسمر عمي تكبش بلاك امبارح امرها حبيبي يا حبيبي شوي شوي يا اخوان امبارح كان لابس باروكه امبارح كان لابس باروكه تلبس نصب عليك تطلع برا تلبس باروكه انت حبيبي حبيبي يا جماعه واحد والله دوين احنا لا شو دوين احنا ناس لا رجال طب اسمع علي دوين وما دوين اخوان وين احنا دقيقه شوي شبهتونا انتوا طب اسمع علي وصل على النبي عليه الصلاه والسلام تعال اقول لك دقيقه تعال اقول لك شو شو مكتوب عليها 93 اجل نفخ كبير 93 93 دينار نعم مش مكلفه هاي بالصين 5 دولار يا عم الله يسلمك يا عمي احنا هي صيني لا مش صيني يا عمي هذه ياباني لا بقول ياباني يا زلمة لا حبيبي لا لا ولا محترم يا حبيبي واحد يا زلمة واحد الله يا زلمة شو بتسوي دقيقة بسرعة 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 طلع بسرعة 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 انت زي محترم الله حيك معك الكاميرا خفية وينها اهيا بسم الله ولد ورا هناك طلعنا يا عمي شو انا بعمل فيه لا المقلب خلص اساس هنا ولا ياباني هاي لا ياباني هاي سيدي لا بخير تسلم الله معك لا مش مشكلة عادي تحية من إبراهيم ومن عاطف ومني أنا إلكم مشاهدينا تابعونا بكرة بحلقة جديدة من مقالب الكاميرا الخفية صدق يا ما رح تضحك على اللي بيصير
اسعى الدبابيب. معانا الضحكة أحلى بتعب الراس، هدفنا نحس الفرحة بقلوب الناس. عطف لا تصدق حكيه وشو ما قالك، لو شفت الذهب بيدو تلقاه انحال. قبل لا تشرب مية فقاد الكاس، كاميرتنا خبيناها عن عين الكل، بتصور أحلى ضحك وأحلى أحسان.